ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء هشام الشعيني ورائف طمراز وأشرف عمارة وتامر عبد القادر بشأن زيادة أسعار الأسمدة ونقص المعروض منها وسوء توزيعها في الجمعيات الزراعية المختلفة، وكذلك تداول بعض الأصناف المغشوشة منها في الأسواق وما له من تأثير سلبي على اقتصاديات الإنتاج الزراعي، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الزراعة والاستثمار والبترول وقطاع الأعمال وعدد من رؤساء مجالس إدارة من عدد من شركات الأسمدة وبرئاسة هشام الشعيني رئيس اللجنة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي عين على البرلمان. نحن الآن في مجلس النواب حيث تنعقد العديد من اللجان النوعية لمناقشة العديد من القضايا وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب. إحدى هذه اللجان هي لجنة الزراعة التي تنعقد اليوم لمناقشة قضية الأسمدة ونقص الأسمدة الموجودة في الأسواق بما يضر الفلاح المصري وأيضا قضية الأمن الغذائي المصري. معي الآن سيادة النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، نتعرف منه على اهم ما دار داخل هذه اللجنه. برحب بحضرتك يا شمبي. اهلا وسهلا وشرفتونا ونتشرف بحضرتك. عايزين نعرف اللي دار في اللجنه النهارده فنان. النهارده كان موضوع في غايه الاهميه، وانت عارف النهارده موضوع السماد ده من المواضيع المهمه للفلاح المصري. كان عتبنا على الحكومه ان من فتره شهرين اعلنت ان لا زياده للسماد، فوجئنا بقى كده بالزياده مع عدم توفير كمان، يعني الكيماوي زاد وفي نفس الوقت ما مش متوفر في السوق، فده عمل طبعا ازمه بالنسبه للفلاح، والفلاح مش مستحمل كل شويه ضربات، لان الفلاح ده يعتبر هو عصب الحياه بالنسبه للمجتمع المصري. الفلاح دايما هو اللي مهتم بزراعته، مهتم بالمحصول، ومهتم بانتاجيته، فالمفروض برضو نراعيه اكتر من كده. عتبنا النهارده على الحكومه في الجزئيه دي الاولانيه، ان الحكومه اقرت ان لا زياده للكيماوي، وبالتالي فوجئنا من حدود شهر ان في زياده للسماد. طالبنا برضو بسعر مناسب بالنسبه لتوريد محصول القمح. النهارده محصول القمح ده من المحاصيل المهمه وبنستورد كميه كبيره. قلت كان اللجنه توصيتها من السنه اللي فاتت لشقين بالنسبه لموضوع القمح. الموضوع الاولاني ان النهارده يبقى في تحديد مسبق لزراعه المحصول، ونقول والله ده اردب القمح بسعر كذا قبل المزارع ما يزرع المحصول بتاعه، يبقى انا طمنت المزارع وعرف سعره بقد ايه، وفي نفس الوقت اخليه اشجعه ان يزرع بكميات اكبر، فبالتالي يبقى انا بقلل الاستيراد اللي بستورده والعمله الصعبه. دي حته. الحته الثانيه النهارده زياده الكيماوي دي بالنسبه لي داخل على معصوم المحصول اللي هو بتاع الكيماوي والمحاصيل الثانيه، عمل له ضرب برضه بالنسبه للسعر مع عدم توفره. لان النهارده لما التجار، لان النهارده احنا في برضه مشكله عندنا، مشكله ان في ناس مش مقدره المرحله اللي بتمر بيها البلاد، زي التجار اللي هم الجشعين اللي مش كويسين، اللي دول المفروض يحاسبوا، والمفروض البرلمان الحكومه تطلب من البرلمان بسن او تشريع محدد حاسم للي هم بيستغلوا الزياده، مش في الكيماوي بس، وموضوع في اي حاجه بالنسبه للسلع. لان النهارده التجار لما عرفوا ان احتماليه في زياده، ابتدى التجار اللي هم الكبار يخزنوا السلعه اللي هو الكيماوي او اليوريا او السماد، ويخزنوه عشان يطلعوه في الوقت المناسب ويكسب المكسب اللي هو الاوفر الزياده. النهارده كان في الاجتماع دعينا جميع شركات السماد على مستوى الجمهوريه، رئيس الشركه القابضه للبترول كان موجود، رئيس مجلس اداره شركه بتروكيماويات، جميع الشركات، شركه ابو قير، شركه الحلوان، كله كان موجود، ومندوب وزير الزراعه. للاسف كان المفروض وزير الزراعه يبقى موجود النهارده، لان الموضوع ده مهم، هو ومدير رئيس مجلس اداره بنك التنميه والائتمان الزراعي، لان الموضوع مهم، الموضوع مش صغير، موضوع بيهمني في بالنسبه للزراعه، بالنسبه لاحتياجاتنا، الامن الغذائي. فالنهارده لازم الموضوع ده موضوع مش صغير. احنا قلنا اسمحنا الساده النواب المحترمين، كلام الساده النواب كله لا يعنيهم غير ان النهارده الحصه المطلوبه للمزارعين وللجمعيات تصرف ليهم. اتضح النهارده الشركات طبعا احنا بندعم التصدير وبندعم عشان دخول العمله الصعبه، وده شيء طيب وشيء كلنا بنشجعه وكلنا بنحبه، لكن في مثل بلدي اللي احتاجه البيت يحرم على الجامع.
النهارده انا عندي حصه للانتاج المحلي المفروض انا اوفرها الاول، وبعد كده والله اوفر اللي هو اللي عايز اصدره وادخل العمله الصعبه. النهارده في حته بتستغلها الشركات الكيماوي، وحته الغرامه لو النهارده الكميه اللي هي المنصرفه للمزارعين او للجمعيات او لوزاره الزراعه قلت مثلا، الغرامه على الطن كام؟ 50 جنيه، فهو يصدر بالعمله الصعبه ويدفع ال 50 جنيه لوزاره الزراعه مش مشكله. النهارده من ضمن توصيات اللجنه، التوصيات المحترمه، ان النهارده الطن اللي يقل في توريده للجمعيات او لوزاره الزراعه الطن ما يعادل سعره، يعني سعره 3000 جنيه يبقى الغرامه على الطن 3000 جنيه، فبالتالي انا كده بزنق المصنع عشان احافظ على الكميه المنصرفه لمين؟ للجمعيات ولوزاره الزراعه، وبالتالي ما اعملش ازمه في السوق ويبقى في شححان في السوق. بس اهم حاجه بيبقى في متابعه يا فندم ان احنا نعرف ان فعلا في المصنع ده بيخزن. اتفقنا على الاتي، التوصيه دي النهارده هتنزل باذن الله للدكتور علي عبد العال، واحنا واثقين في الدكتور علي انه هيهتم بالموضوع، للموضوع مهم، وهنخطر بيها رئيس الوزراء عن طريق الدكتور علي عبد العال وعلى رئيس البرلمان، وهتشكل لجنه من وزاره الزراعه ويبقى البرلمان فيها، البرلمان مع الشركات مع بنك التنميه مع كله، لان انا اللي يهمني دلوقتي النهارده انا عندي حصه 55% للمنتج المحلي. انا المنتج ده ما يقلش طن، ليه؟ لان الطن اللي هيقل اولا يبقى غالي ومش متوفر، يعني بدل ما بلوه يبقى بلوتين، حرام، ما يرضيش ربنا. لان النهارده هو لما بيقل الاستهلاك او الاستخدام اللي محتاجه الفلاح للفدان بتاعه او اثنين او ثلاثه، زي ما يكون عايز 10 شكاير هو اصلا ما صرفش غير خمسه، الخمسه الباقيين هيشتريهم سوق السوداء، فبالتالي بيحصل ضروب في السعر، فبالتالي تكلفه زراعه الفدان بتزيد. فاحنا بالعكس عايزين نقلل سعر التكلفة عشان برضو ما حملش على الفلاح اكتر من طاقته، وفي نفس الوقت يبقى عندي يديني انتاجية اعلى، لان انا النهاردة بستورد اغلبية محصولي من الاستهلاك بتاعي للقمح بستورده، اولا عايز عملة صعبة، ثانيا النهارده مش ضامن نوعيه القمح اللي جايه دي نوعيه جيده ولا مش جيده، لكن انا القمح بتاعي قمح جيد، الحبايه بتاعته من اعلى انواع القمح في العالم، في نفس الوقت يبقى انا بدل ما ادعم الفلاح بتاع اوروبا وبتاع امريكا بدعم الفلاح بتاعي، في نفس الوقت برغبه، في نفس الوقت بحسسه ان انا انت اللي هتبني بلدك. لان النهارده احنا لو مشينا بالمنظومه يا رشاده الرئيس، النهارده لما اتبنى فكره 1.5 مليون فدان اتبناها ليه الراجل؟ اتبناها عشان عارف ان النهارده مصر اساسها اللي جاي الزراعه، وزراعه ما مضمونها السليم زراعه تعمل صناعه. هديك مثل، يعني النهارده ما في 1.5 مليون فدان المقترح في الوادي الجديد ان يزرع كميات من الذره، الذره دي هتطلع لي حاجتين، هتطلع لي ذره واخد بالك، اطلع علف واطلع زيت، يبقى عملت صناعه للزيت، وبالتالي انا بستورد الزيوت، وبالتالي انا بقلل استيرادي من الزيوت، يبقى قللت النهارده بحيث الدولار، ما الدولار كل ما بعمل كده واحجمه بحجمه بايه؟ بضوابط، ضوابط ان انا اقلل الحاجات اللي بستوردها، طب اقلل الاستيراد وما اكلش وانا اعمل البديل عندي، وفي نفس الوقت العلف اللي يطلع من الذره ده واخد بالك اعمل بيه الثروه الحيوانيه، على اساس يبقى عندي علف جيد، يبقى في نفس الوقت برضو عملت ايه؟ اللحمه اللي كل يوم في طفشان وصلت لغايه دلوقتي 140 جنيه الكيلو واخد بالك، في المناطق اللي هنا في الصعيد وصل فوق ال 110، يبقى انا برضو بعمل ايه؟ بحد من رفع اسعار اللحوم، زائد الدولار بقلله بالنسبه لاستيراد الزيوت، يبقى كده برضو المنظومه تمشي. فاحنا النهارده كل اللي يعنينا، احنا مش ضد المصانع وتصديرها، لا عايزين يصدر، بس ادي الاول احتياج المحلي المطلوب والتزم بيه بالكامل وفي مواعيده، وخاصة يا شنبي اللي انا اعرفه ان احنا مصر بتنتج كميات كبيرة جدا من الاسمدة وفي وفرة، يعني مفيش ازمة وبنصدر. طب الازمة فين؟ الازمة فين؟ الازمة في الضمير وفي السياسة اللي هي بتاعت المصانع دي، بيقول لك والله ده ما انا اصدر عشان اكسب عمال، وانا بقول لك اكسب بس خد الكميه بتاعتك بس اللي هي محدده، وكميه المواطن اسم الله عليها واخد بال حضرتك، لان النهارده حتى النهارده الشركات موجوده بالكامل، كل بيقول لك انا التزمت، وزاره الزراعه عقبت عليهم في كذا حاجه ان هم ما التزموش في فترات معينه اللي هي بنقول عليها اللي هي في التوصيه اللي هي الغرامه على الطن اللي كانت 50 جنيه، لا انا بقول يوازي سعر الطن اللي هو ال 3000، عشان يبقى المصنع ملزم انه النهارده لو ما وردليش هو هيورد لوزاره الزراعه ال 3000، لا يقول لك لا انا اورد له احسن بقى،
واخد بالك، وفي نفس الوقت برضه بنشجعه انه يصدر، بس مش على حساب المزارع ومش على حساب توريد الحصه لوزاره الزراعه اللي هو بالتالي وعن طريق الجمعيات بتوصل للمزارع في القرى والنجوع. هشام بيسال حضرتك، المواطن بيتساءل دلوقتي امتى السكر سعره هينزل، امتى الرز سعره هينزل، حضرتك شايف الازمه دي هتتحل ازاي؟ لا، هو النهاردة الدولة بأمانة بالنسبة لسعر السكر وبالنسبة لسعر الرز النهاردة حتى كان أغلبية السادة النواب أو النواب بالكامل كانوا زعلانين من وزير التموين بالنسبة للزيادة بتاعة الرز بتاع المستهلك اللي هو بتاع البطائق التموينية، لأن بأمانة مش عايزين نحمل على الناس أكتر من كده. النهاردة عندنا بننتج سكر قصب وسكر بنجر وإنتاجيتنا عالية، فالمفروض ما يبقاش السلع اللي هي بالنسبة لنا موجودة يبقى برضو سعرها بيطفش. بس دي لازم في حاجتين، لازم رقم واحد أضبط السوق زي ما قلنا في الأول موضوع الكيماوي، السوق السوداء ده راجل ما عندوش ضمير اللي هو التاجر الجشع اللي ايه، يبقى لازم اعمل ضبطية ليه عالية او متابعة عالية، زائد انه تشريع قانون يعاقب ده. ايام محمد علي كان اللي بيستغل الناس كان بيعدمه، والنهارده دول هو دول حتى دول ضد الدوله، النهارده يعني رئيس الدوله مهتم بالمواطن الغلبان ومهتم بيه، السياسه بتاعت التجار الجشعين دول هو اللي عامل الفرق السعر الاوفر، لانه بيخزن يشحح السوق يعرض بعد كده بالقطاره، فبالتالي السعر لو كان ب6 جنيه يقول لك لا ب10 بعد 15 يوم مثلا، لا ب20 بعد، انت خدت بالك؟ فده لازم يتحط في الاعتبار رقابه شديده زائد قانون يجرم هذا التاجر الجشع، مش في الكيماوي ولا في السكر ولا في كل جميع ده اللي هو ناقص مصر حاليا تشريع، وده المفروض احنا كبرلمان امام الله وامام المجتمع نسعى لهذا التشريع. لو الحكومه ما طلبتش تعمله احنا نطلب نعمله، لان ده بامانه هو اللي هيظبط الدنيا معانا ويساعد. وهنا برضو من بقول لحضرتك بامانه يعني الزراعه مستقبل مصر، مصر اساسها زراعيه، اللي مقويني انا ربنا وسياده المشير عبد الفتاح السيسي، لانه مهتم فعلا ببند الفلاح والمزارع ومهتم اهتمام غير عادي. الحته الثانيه من رساله برضو من القناه المحترمه قناه الحياه، حتى سياده الرئيس اتكلم عليها اول امبارح، دي توصيات اللجنه من الدور النقادي الاول اللي هو ايه بقى، من دلوقتي نجهز الشوم بتاعتنا صح، من دلوقتي نعد الصوامع بتاعتنا صح، من دلوقتي نجهز كل ما هو مهيأ لتوريد وتيسير على الناس بالنسبة لتوريد القمح، والحكومة ملزمة تجهز الفلوس. النهاردة المزارع ورد قمحه في يسر، مش يقعد بالأسبوع في قدام المطاحن وقدام الصوامع، لا في يسر، زائد ان ياخد فلوسه المستحقة اوتوماتيك على طول، لان عايزين نحل بدام من السنة اللي فاتت من دور النقاد اللي فات من توصيات اللجنة بنقول السعر يتحدد من قبلها وتجهيز الشون والمخازن والصوامع بالنسبه للقمح. سياده الرئيس شخصيا اول امبارح بيوصي وزاره التموين